استعادة المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الضالع كميات كبيرة من الأسلحة المنهوبة والتي تم توزيعها من قبل قيادة معسكر الصدرين السابقة الموالية للمخلوع والحوثيين. مراسلنا محمد المريسي رافق الحملة العسكرية في المحافظة ووفانا بالتقرير التالي. ثلاث حملات متتالية نفذتها المقاومة الشعبية مسنودة بأفراد من الجيش الشرعي بمعسكر الصدرين بالضالع لاستعادة الأسلحة المنهوبة التي تم نهبها أبان سيطرة ضبعان والحوثيين، وأخرى تم الاحتفاظ بها لدى أهالي المنطقة منذ سيطرة المقاومة الشعبية على المعسكر. العشرات من صناديق الذخائر وكذا أطقم ومعدات عسكرية تم استعادتها من قرى مختلفة. هناك مبادرة من الناس أنفسهم نتيجة لحبهم للمقاومة ولحبهم للمال العام، فلذلك أعادوه طواعية من أنفسهم. فهذه تعتبر بادرة لأول مرة في تاريخ اليمن يحصل هذا الشيء. ليست هذه المشكلة فحسب، فثمة أسلحة ما تزال مهربة هربت أثناء سيطرة الحوثيين على المعسكر إلى مناطق غير معلومة، فتعمل المقاومة اليوم على البحث عنها واستعادتها. يضرب المواطنون هنا أروع الأمثلة في إعادة أموال الدولة والحفاظ على المال العام. محمد المريسي لقناة بلقيس الضالع.